مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مجددا إلى الأخبار السياسية. وفي إحاطة من كردستان سوريا، هذه انتقالة إلى هناك ليطلعنا في هذه الإحاطة أختين أسعد مراسل قناة زاغروز في كردستان سوريا على التطورات الميدانية الواقعية على الأرض هناك. نعم، تحية طيبة لكم مشاهدي زاغروز تي في وزملائي في استوديوهات أربيل لزاغروز تي في. إحاطة الأخبارية من كردستان سوريا، آخر المستجدات في كردستان سوريا أعرضها. أبدأ من إعلان المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أنهم وفي عملية رد مشروع على الهجمات التركية قد قتلوا 20 عنصرا، بينهم 12 عنصرا من الجيش التركي وثمانية عناصر من قوات المعارضة السورية المسلحة الموالية لتركيا في عملية الرد المشروع، كما تحدث المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية. 6 أيام تمرت وهجمات الدولة التركية أو الجيش التركي مستمرة على مناطق كردستان سوريا المختلفة، وصلت إلى 45 استهداف أو منطقة استهدفت خلال هذه خلال هذا الهجوم بالطائرات المسيرة والمدفعية وقذائف الهاون، وأيضا كان هناك الطائرات الحربية كان لها دور في هذه الاستهدافات. يعني هناك استهداف للبنية التحتية في كردستان سوريا، العديد من حقول النفط في مناطق ديريك وتربسبية تعرضت للقصف. الأكثر ضررا والتي تسببت في انقطاع الكهرباء الحكومية عن مناطق كبيرة في الجزيرة في كردستان سوريا كان استهداف يعني مؤسسة أو محطة الغاز في السويدية بالقرب من رميلان. هذه المحطة التي كانت تغذي 50% من كردستان سوريا بالكهرباء. الأقسى من هذا هو أن هناك أزمة غاز منزلي ستكون في الفترة القادمة بسبب استهداف هذه المحطة، لأنها كانت تغذي 100% من كردستان سوريا من الغاز المنزلي. يعني المعلومات أو الأنباء الواردة من إدارة المحطة أو من العاملين فيها أن قطع التبديل لصيانة المحطة غير متوفرة في سوريا أو في كردستان سوريا، وإلى حين جلبها والإصلاح الذي سيكون مكلف كثيرا سيكون هناك وقت سنعاني فيه من أزمة في الغاز المنزلي في كردستان سوريا. هذه الأنباء وأخرى ومستجداتها أكون معكم في نشرات قادمة إن شاء الله.